عصام؟ ياسمين؟ انت اللي جابك هنا؟ انت مخنوقه يا ياسمين؟ ما انت كمان بتخني. هو انت اللي عامله الايميل ده بتكلمني عليه؟ طب ما انت كمان عامل ايميل بتكلمني عليه؟ بتعملي راسك براسي؟ انت كمان بتضربني؟ انا في ظهرك اهو. عصام؟ ياسمين؟ انت اللي جابك هنا؟ انت مخنوقه يا ياسمين؟ ما انت كمان بتخني. هو انت اللي عامله الايميل ده بتكلمني عليه؟ طب ما انت كمان عامله الايميل بتكلمني عليه؟ بتعملي راسك براسي؟ انت كمان بتضربني؟ بضربك؟ انت لسه شفت ضرب؟ ده انت يومك مش فايت النهارده. ده انت بعتلي السلام عليكم. صورك استاذ وحد الله. بس انا سمعت كل حاجه يعني. ايه ده كده؟ وصلى على النبي والراح. كل مشكله ولها حل ان شاء الله. حل ايه ده؟ انا مشكلتي ملهاش حل. ولا حل ان شاء الله. انت حضرتك سمعت كل حاجه؟ ده انت اللي ما سمعتش كمان اوسخ واضل. طب يعني ايه اللي حصل؟ ده انا المدام بعتلي صورها من غير وشها وانا ورجي اسمها لاصحابي. اعمل ايه في المصيبه دي؟ على اساس بكلم واحده يا استاذ. على فكره يعني هقول لك، كل سلف ودين وكما تدين تدان. وزي ما حضرتك كلمت بنات الناس، هيجي اللي يكلم يا اما بنتك يا اما اختك يا اما امك. وهجت في مراتك يا حبيبي، جي اللي هيكلمها النهارده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. والديان صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومعنى الديان أي المجازي بالخير والمعاقب على الشر. وإن لم تحاسب عليه في محكمة الدنيا والله لتحاسب عليه في محكمة الآخرة، المحكمة الربانية، محكمة الحق تبارك وتعالى، التي لا يظلم فيها أحد ولا يظلم ربك أحد أبدا. وعلشان أقول لك، مش معنى أن كل بنت عاملة ايميل على الفيسبوك